ذاك العام كان جفاف، وهذا العام راه كنقولوا راه غادي تكون قضيه مزيانه الا بقى مستمر الماء، راه غادي تكون قضيه مزيانه وتكون هذا ويكون بنادم ناشط وهذا، ونطلبوا الله يكمل بخير. كان شويه ديال المرض وداك الشيء، ولكن ملي جات هاد الشتا راه غسلت هذاك المرض اللي كان، كان شي ديال الجريحه وكان طاح ثاني واحد الدوده كتاكل الزرع، ولكن راه الحمد لله ملي جات هاد الماء راه تغسل داك الشيء. دركا مزروع القمح والفارينه ومزروع الشعير وداك الشيء ديال القطنيه قليله شويه، وشويه ديال البصله بوريه، ايه وشويه ثاني باقي الحمص، شهر ثلاثه ولا 12 شهر جوج كيبداو في الحمص. البهيم قلوا، مابقاش كيما كان داك الشيء كاين اللي كانت عنده سته البقرات سبعه خمسه، دركا كاين المخير اللي ما عندوش كاع، كاين اللي ما عندوش في هذا، وكاين اللي عنده وحده جوج، هذا الكسيبه غلات، مابقاش بنادم قاد يديرها، ومع الجفاف وداك الشيء كل شيء باعوه، ما صابش باش يقاتلها، كيقاتل مع الدراري ومع البهيم تغلب. حيد البهيم كي اللي اعطاهم ما دام لحم وصافي، ما كاين شي حاجه. ودركا هما البهايم غاليين، ما يقدرش الفلاح يشري البهايم، يلا غادي مع ديك الفليحه ديالو، غادي مع الوليدات وصافي. الجفاف الجفاف ما كاينش، هما كل شيء الا كان العام زياره كيكونوا البهايم مزيان، ما كانش العام راه ما كاينش البهايم. وثبت شويه ولكن البهايم ما بقاوش، حيت الجفاف ديال العام اللي داز حيد البهايم. البالا ولا كيشريها ب 700 800 درهم ما غاديش يقدر عليها، العلف غالي، العلف داير 5 دراهم الكيلو، شحال غادي يجيب؟ شحال غادي يقدو؟ ما عندوش وما عندوش شي مدخول، المدخول اللي غادي يدخل باش يصير لا والو، كاين اللي راه كيخدمها بكتافه، وكاين اللي تسلف. هذه حنا دركا حنا فلاحه تسلفنا باش زرعنا وباش درنا الدواء وباش درنا داك الشيء. تزاد فين المواد ما بقاش عندها الحساب، ولا ثمن باهت. بحال غلا الزريعة العام القمح راه خدينا ب 15000، الفارينة 50000 فرنك، الفاسفات 7000 8000 حتى 10000 ريال، اللوري دركا هما حنا واقفين عليه دركا 17000 ريال. ما غاش نديرو، ما غاتقادنش عليه حتى الفقير ولا اللي هذا، كلشي تقاد، شي ديال الجفاف كيقاد كلشي، لا الفقير ولا الفلاح الكبير. فلاح كبيره كيسير توا واحد زباله ديال الفلوس وما هزهاش، راه توا راه الله يكون في العون. المازوت ثاني، المازوت الحق حتى 17 درهم كي غدير ليه؟ كنتي تجيب طارو كنتي تجيبي ب 6000 ريال، وليدي تجيبي ب 12000 ريال، ما يخدمش حتى 3 سوايع ولا 4 سوايع. نطلبوا الله يعطينا، الله اللي كيعطي، ولا العبد راه ما عنده ما يعطي، الله اللي كيعطي. حنا كنتسناو هاد الشتاء وهاد المطر ديال هذا هو اللي كنتسناو فيه باش بنادم يتقوت ويدير شويه هكا، يدير شويه هكا وغاده.